السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كيف حالك يا دكتور محمد؟ الحمد لله. ما شاء الله، نواف نواف حضر اهو. نورت يا نواف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فهد؟ الحمد لله أستاذ. طيب كيف حالك أنت؟ طيب يا شباب، أمس اتكلمنا عن نظريات تعريف الحموض والقواعد أو الأحماض والقواعد. خدنا أول نظرية منهم بعد طبعا ما تكلمنا عن الخواص اللي داخل بس باسم برقم واحد كده، الله يكرمك، غير اسمك، مين اللي داخل برقم واحد؟ اللي حاطط رقم واحد يا شباب، اكتب على الشات أو اكتب اسمك اللي داخل برقم واحد عشان نعرفك يا ابني. هنعرفك ازاي؟ سامعني ولا مش سامع؟ الله يكرمك. رقم واحد، لو خرجتك من الحصة مش هتعرف تدخل تاني، لو طردتك من الحصة مش هتعرف تدخل. السلام عليكم أستاذ. سلام على راشد. صباح الخير، صباح الفل يا راشد، كيف الحال؟ الله يسلمك يا دكتور، الله يبارك فيك. عساك بخير. الحمد لله، والله ربنا يبارك فيك يا رب. جعل دوم لسه ما راشد يزول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك محمد، الله يكرمك. السلام عليكم استاذ سعد. هلا ابو حميد، صباح الله محرش. ماشي ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ابو حميد، كيف حالك استاذ؟ طيب الحمد لله، الله يكرمك. اكو ورقة خلينا نسوي مع استاذ سعد. شدد الرجال هذا. نعم ريس. ايوه محمد. شدد له. كيف حالك استاذ؟ مرحبا محمد، الله يكرمك. الحمد لله. حضرني هسه. نعم يا باشا. أول حضرني هسه. حاضر أبشر حبيب. خلي بالك، تكلمنا الأول عن الخواص اللي هي خواص الأحماض وخواص القواعد، وبعد كده خدنا أول نظرية اللي هي قلنا نظرية أرهينيوس، وقلنا نظرية أرهينيوس إن الحمض المادة اللي هتزيد أو تنتج أيون الهيدروجين في المحلول المائي، والقاعدة المادة اللي هتنتج أيون الهيدروكسيد في المحلول المائي. طيب، لكن قلنا لها عيوب. مين يا شباب يقول لي كده؟ الله يكرمك، مين يقول لي عيوبها إيه؟ نظرية أرهينيوس، عشان طبعا هم لما اكتشفوا العيوب هي يعملوا نظرية تانية جديدة، فكل نظرية فيها قصور هيطلع نظرية بعدها. مين يذكرني كده ايه العيوب اللي كانت عند أرهينيوس؟ ان الامونيا وكربونات الصوديوم ما بتحتويش على مجموعة الهيدروكسيد. يا سلام عليك، يا سلام عليك، ما شاء الله، الله يكرمك. تمام. كان عندنا فيه عيب تاني، ان هي لازم تكون في محلول مائي. نعم يا محمد، ان هي يجب ان تكون في محلول مائي. ايوه، ان هي بتشترط محلول مائي. بقي عندنا عيب واحد، الله يكرمكم. ايوه، عيب واحد، حد متذكره؟ ان احنا قلنا ان ايون الهيدروجين اللي بينتج من الحمض صغير جدا، لا يستقر في المحلول الا اذا ارتبط مع جزيء ماء ويكون ايون الهيدرونيوم. هذا العيب. يبقى هو قال ان الحمض يطلع اتش موجب وبس. اتضح طبعا ان ده صغير جدا عشان يستقر. لا يمكن جزيئات الماء تخليه يستقر لانه صغير جدا، كل ما تيجي تقرب من بعضها حواليه تتنافر تاني وترجع، فعمره ما يستقر. طيب، طالما ليها عيوب زي ما قلنا، جاء واحد تاني او هما اتنين بمعنى اصح، اتنين، واحد اسمه لوري، لوري برونشتيت، وطبعا هما اتنين فوصلوا لنفس النتيجة في نفس الوقت، فالنظرية اتكتبت بإيه؟ باسمهم الاتنين. اللي داخل برقم واحد طيب يا عازم، انت داخل برقم واحد يا عازم. ايوه، حاول تغير اسمك. انا قلت مين هو عشان نعرف هو مين، بس انت بقى ما سمعتنيش ولا حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا سليمان. لوري وبرونشتيد يا شباب، عشان تحفظوها بسهوله خلونا نركز على برونشتيد، واحفظ لي كويس قوي الثلاث حروف الاولانيين، برو برو. خلي بالكم الناس بتاع التحصيلي، لازم يجي لك من دي، لازم يجي لك من النظريه دي بالذات، دي لان فيها اسئله كتير.
ليه نركز على برو؟ لأن كل كلام النظرية عن البروتون عفوا عن البروتون يا شباب، بروتون. واحنا المفروض ان كلمة بروتون دي جديدة عليك. طب مين يقول لي مين هو البروتون وليه سميناها بروتون؟ الناس اللي عايزة تاخد معلومة كويسة، ايه هو البروتون؟ مش بروتين، خلي بالك في فرق بين بروتين وبروتون. مين يقول؟ شحنة يا استاذ، هو نوع من الشحنات اظن، صح استاذ؟ لا مش شحنات يا جواد. لا كويس، اولا مشاركتك مشكور عليها الاول، بس مش شحنه. البروتون ده حاجه هنقولها ونوضحها عشان الناس اللي عايزه ايه تعرف. لكن الاول حد يعرف ايه هو البروتون يا شباب؟ ها؟ حد يعرف؟ محمد ولا مؤيد؟ البروتون اللي هو بيكون داخل النواة ده، ولا بيبقى موجود داخل النواة؟ البروتون والنيترون موجودين داخل النواة، لكن لما اتكلم عن بروتون هنا اقصد بيه ايه؟ او اكتب ايه؟ طيب انا هقول لك، وهنقول لك ليه سميناها بروتون. هي معلومة تعرفها لك انت يعني. اولا البروتون يا شباب هو اتش موجب، ايون هيدروجين موجب. طب ليه سميناها بروتون؟ لان انا عندي الهيدروجين عنده بروتون واحد ولا ما عندوش؟ لا يا شباب، العنصر الوحيد اللي ما عندوش نيترون. طب هو عنده إلكترون واحد اللي أنا عملته فوق ده، إلكترون واحد وبروتون واحد، خلي بالك. يبقى العنصر الوحيد اللي ما عندوش نيترون في الجدول الدوري كله، احفظها دي تجيلك في أي مكان، فيه عندنا عنصر في الجدول الدوري ما فيش بروتون، ما فيش نيترون. أيوة، معناها إيه؟ معناها ما فيش في النواة إلا بروتون. طب لما تفقد الإلكترون، الإلكترون ده لما يمشي وهي ما عندهاش نيترون، يبقى ما فيش لا إلكترون ولا نيترون، يبقى إيه اللي يتبقى عندك؟ البروتون فقط. عشان كده بنطلق على اتش موجب بعد ما تفقد الإلكترون، نطلق عليها بروتون. يبقى أما تشوف كلمة بروتون نقصد بها مين؟ اتش موجب، أيون الهيدروجين الموجب. وعرفنا جت منين بروتون، لأن هو العنصر الوحيد اللي ما عندوش نيترون، معناها النيترون مش موجود، ولو فقد الإلكترون يبقى الإلكترون مش موجود، اللي هيتبقى عندي فقط هو البروتون، ولذلك بنسميه إيه؟ بروتون. طيب يبقى دي أول حاجة، إن إحنا عرفنا يعني إيه بروتون. طيب كلامها إيه؟ كلام النظرية دي إيه بقى؟ باختصار عشان الناس تاخد بالها، الحمض يمنح بروتون أو يفقد بروتون أو يعطي بروتون. طب والقاعدة؟ تستقبل بروتون. عشان كده قلت لك ركز لي على الثلاث حروف الأولانيين دول اللي هم برو،
جايه منين برو؟ جايه من بروتون. يبقى البرو جايه من بروتون عشان ما تنساش. اذا لما تشوف نظريه برونشتد لوري او لوري برونشتد اعرف ان كلامك كله عن البروتون. الناس بتوع التحصيلي اربط دي في راسك، اربط دي في راسك، بروتون برونشتد بروتون. طب وبعدين الحمض يمنح يعطي او يفقد. طب والقاعده تكتسب بروتون، يبقى كل كلام النظريه عن البروتون. النظريه اللي عندي كلامها كله عن البروتون. طيب لو حبينا ناخد مثال، طبعا الناس ممكن تفتح صفحه 96، صفحة 96 عندي معادلة. عندنا نقول HF HF زائد H2O هينتج عندي H3O طبعا، وعليها موجب لأن ده أيون هيدروجين موجب، زائد OH سالب. ادي معادله يا شباب. طبعا ممكن نجيب لك معادله زي دي ويقول لك طلع لي حمض دي اف، طلع لي حمض لوري برونشتد او برونشتد لوري، وطلع لي القاعده. مين يقدر من المعادله اللي قدامك يستنتج فين الحمض؟ هذكرك تاني، قلت الحمض هو اللي بيمنح أو يفقد بروتون. طب والقاعدة هي اللي هتكتسب بروتون. طبعا لما تيجي تبدأ، ابدأ من الناحية اللي في اليسار اللي هي المتفاعلات، ابدأ من المتفاعلات. مين يقول لي؟ استنتج بقى، خلي بالك الناس بتوع التحصيلي يجي لك حاجة زي كده ويقول لك طلع الحمض، طلع القاعدة. مين يقدر يستنتج فين الحمض؟ تاني هقول لك، احنا قلنا على الحمض المادة اللي هتفقد بروتون والقاعدة اللي هتكتسب بروتون. يبقى من خلال الكلام اللي قدامك ده فين الحمض وفين القاعدة؟ يكون الـ HF هو الحمض. برافو عليك، برافو عليك. ال HF هو حمض، لأن لما تنظر للناحية التانية هتلاقيه اتبقى منه F بس، معناها فقد البروتون اللي عنده، يبقى ده هنقول عليه حمض. طيب معنى كده إن ال H2O هتبقى قاعدة. طب وايه اللي يثبت لي انها قاعده؟ انها اكتسبت بروتون اهي، كانت H2O بقت H3O. طب يا شباب تلاحظ ان الحمض له حاجه مرافقه ليه بعد ما يفقد البروتون، والقاعده ليها حاجه مرافقه ليها بعد ما تكتسب البروتون. عشان كده كل اتنين من دول بنسميه زوج مترافق أو زوج مرافق، زوج مرافق. طيب عشان حضرتك تعرف الزوج المرافق ممكن تبص على كل اتنين من دول HF وF، هما زوج، ايه الفرق بينهم؟
ايه الفرق بين اتش اف واف؟ طيب يعني الملاحظه باينه خالص يعني. اف بقت اشارتها سالبه، اخذت البروتون اشاره عندها سالبه. بس يبقى الفرق بين الاثنين ايون الهيدروجين اللي احنا بنسميه بروتون. كان لما اجي اعرف الزوج المرافق او المترافق بقول زوج من حمض وقاعده، الفرق بينهم بروتون. اي اثنين من دول هتلاقي الفرق بينهم بروتون. طيب احنا سمينا اللي على اليسار حمض وقاعده، طب واللي نتج عنهم؟ الحمض لما فقد البروتون هيعطيني او الباقي منه هيكون قاعده مرافقه. قاعده مرافقه يا شباب، والله الاسئله دي بتجي لك، اتحداك لو في اختبار تحصيلي من غير سؤال في النقطه دي. يبقى الحمض له قاعده والقاعده يبقى لها حمض مرافق، يعني ده حمض مرافق. يبقى المعادله اللي عندك ازواج مترافقه، بحيث انك لو جاي من اليمين هتلاقي حمض وقاعده، لو راجع من اليسار برضو هتلاقي حمض وقاعده. قاعده مرافقه حمض مرافق، يطلع قاعده وحمض. طب من هنا حمض وقاعده، اديني حمض مرافق وقاعده مرافقه. تمام، انتبه كويس قوي. طب هنا يا شباب الماء، تلاحظ ان الماء طلع قاعده. احنا في ارهينيوس قلنا الماء بيتفك الكميتين متساويتين من الحمض والقاعده، الاتش والاو اتش، يعني الماء عند ارهينيوس متعادل. متعادل، لكن خلي بالك هنا لو انا كتبت معادلة تانية NH3 زائد H2O هينتج NH4 موجب زائد او اتش سالب. مين يا ابطال يطلع لي الحمض والقاعده؟ مين يقول لي فين الحمض والقاعده هنا، والحمض المرافق والقاعده المرافقه؟ احنا قلنا انتبه بكل بساطه، وانا بقولها لك ببساطه هي. اللي يفقد البروتون حمض واللي يكتسب البروتون قاعدة. مين يقول لي بقى؟ النشادر ولا الماء؟ ان اتش 3 دي قاعدة. برافو عليك استاذ. طبعا قاعدة لانها زادت اهي. طيب هي قاعدة، اللي نتج منها يبقى ايه؟ يبقى ايه يا مؤيد؟ قاعدة مرافقة حمض مرافق. لا، القاعدة لها حمض والحمض له قاعدة، يعني الراجل يتزوج حرمة والحرمة تتزوج راجل. لو قلنا دي قاعدة يبقى اللي نتج منها حمض مرافق. طب والماء هنا بقى هيبقى ايه؟ حمض. حمض، واللي نتج منه قاعدة مرافقة، يعني الـ OH هتبقى قاعدة مرافقة. تلاحظ حضرتك ان في المعادله الاولانيه الماء كان قاعده، في المعادله الثانيه الماء حمض. الماء هنا في المعادله الثانيه حمض، كأن الماء ممكن يبقى حمض وممكن يبقى قاعده.
ايوه على حسب المادة التانية اللي معاه. يعني الماء نقدر نوصفه عند لور برونشتين بأنه متردد. واحفظ لي كلمة متردد يعني ايه؟ متردد يعني يسلك سلوك الأحماض ويسلك سلوك القواعد، يمشي قاعدة ويمشي حمض، أدي معنى متردد. يبقى الماء يا شباب قدامك أهو مثلا عند أرهينيوس متعادل، عند لور برونشتد متردد، يعني يمشي كحمض ويمشي كقاعدة على حسب المادة الثانية اللي معاه. وعرفنا الزوج المترافق. طيب يا رجالة، يا ترى السؤال يجيني كده، يعني لازم يجيب لي معادلة مثلا يقول لي استنتج؟ لا، السؤال ممكن يجي لك بطريقة تانية. ايه الطريقة التانية؟ يجيب لك مادة واحدة بس، يجيب لك مادة واحدة مثلا. اكتب لك مادة اهو ونشوف. مثلا H2SO4. ولو طلبت من حضرتك تجيب لي القاعدة المرافقة للي قدامك ده، وخلي بالك من السؤال، طالما أنا طلبت القاعدة المرافقة يبقى اللي أمامك ده حمض. مين بقى يكتب لي القاعدة المرافقة بتاعته؟ مين يستنتج القاعدة المرافقة ليه؟ ما هو السؤال يجي لك كده بقى، يجيب لك مركب زي ده ويجيب لك أربع اختيارات ويقول لك القاعدة المرافقة ليه إيه؟ اختار. الناس بتوع التحصيلي انتبه، أنا ماشي معاك واحدة واحدة في النقطة بتاع لوري برونشتين، لأن دي لازم يجي لك منها. مين يقول لي أدا الحمض أهو، القاعدة المرافقة تبقى إيه؟ يكون HSO4. أستاذ ورئيس قسم بس ناقصة حتة صغيرة. أحط الإشارة. إشارة إيه؟ من إشارة سالب. برافو عليك، برافو عليك والله. لأن يا شباب الحمض لما بيفقد بيفقد اتش موجب. موجب، انتبهوا يا رجالة، انتبهوا للإشارة دي. بس هجيب لك اختيارها، هجيب لك إشارة موجب وإشارة سالب وما فيش إشارة. انتبه، كأن الاتش واحدة SO4 سالب. سالب ليه يا أستاذ؟ لأن كان فيه موجب مشي والمركب كان متعادل، ما كانش عليه أي شحنات. يبقى لو واحدة موجب مشت أكيد هتترك مكانها واحدة إيه؟ سالب. برافو عليك. طيب آخر حاجة وهخلص معاك مش هطول. مثلا لو أنا عندي إس سالب سالب، اس سالب سالب، وطلبت منك تجيب لي الحمض المرافق للقاعدة اللي أمامك، يلا يا رجالة، عايز الحمض المرافق للقاعدة اللي أمامك. عندي اس وعليها شحنتين سالبتين. ما تعدش يا عم، ما تعدش، خلص. عنده رقم حرامي معروف. اهلا يا استاذ سيد. انت تتحول ليه؟ نعم؟ يا خالد. تطلع. هم طالبين يا استاذ سيد. بجد الفول. تبقى مخلل ولا قديم؟ بتقول ايه يا خالد معلش؟ لا مش سامعك يا خالد، ولا سليمان اللي بيتكلم. اس سالب سالب، وقلت لك هات لي الحمض المرافق ليها. كيف تجيب الحمض؟ كيف تستنتج الحمض من اس سالب سالب؟ ها، اس سالب سالب دي
قاعدة وبطلب منك الحمض بتاعها، حمض المرافق ليها، كيف تجيبه؟ عندك السبورة بتاعتك بسرعة ممكن ايه اكتب لي عليها. كيف اجيب الحمض المرافق لإس سالب سالب؟ هذا الإس اهي وعليها شحنتين سالبتين، وطلبت منك قلت لك اكتب او اختار الحمض المرافق ليها. مين يكتب لي الحمض المرافق ليها؟ يلا يلا يا شباب اكتب على السبورة بتاعتك، اكتب لي الحمض المرافق. هذكرك تاني، قلنا الحمض عند برونيستد المادة اللي هتفقد بروتون، والقاعدة عند برونيستد المادة اللي هتكتسب بروتون، المادة اللي هتكتسب بروتون، خلي بالك تكتسب بروتون. يلا يا رجال، ها محمد نزيه انت كتبت اس سالب كده، خلصت يا محمد ولا بتكمل؟ لا لسه. طيب يلا يا مؤيد، يلا يا خالد، خالد الصوار، خالد فينك يا خالد؟ خالد الصوات، راشد، خالد أكيد عنده حاجة في المايك. أهلا نساء. طيب يا خالد، طيب يلا يا راشد كده شوف لي إيه الإجابة كده، اكتب لي على السبورة بتاعتك. دقيقة أنا ما دخلت الرابط لسه. كده يا الله عليك يا محمد، الله عليك يا محمد، خلصت كده أنت يا محمد؟ ما شاء الله تبارك الله عليك. طب انت ليه يا بطل، طبعا اجابتك صحيحه 100% والله استاذ ورئيس قسم، طب انت ليه شلت شحنه سالبه من الاثنين؟ سالب ما زودت شحنه مجربه هتشتغل مع الشحنه السالبه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، هو ده الشغل. يبقى انا خلي بالك بقى باختصار هجيبها لك من ناحيه تانية، لما تكون عندك قاعده وعايزين الحمض المرافق تضيف ليها اتش موجب بقى. تضيف اتش موجب، خلي بالك. لما انت بقى لما تحط واحدة موجب لازم تشيل معاها واحدة سالب. تمام؟ ولو عندي حمض وعايز اجيب القاعدة اشيل منه اتش موجب. يبقى الفكرة كلها انك يضيف اتش موجب للقاعدة يتنقص اتش موجب للحمض. تمام يا رجاله؟ خلاص بس ناخد الغياب والمره الجايه نبقى ناكد عليها ان شاء الله برضه. محمد عويض الهلالي، محمد عويض كالعاده، محمد عويض يسجل نفسه وما نلاقيه. حاضر استاذ. طيب يا محمد فينك؟ بالله عليك ما تردش عليا ليه بس، بتروح فين انت؟ معلش استاذ حبيبي ما انتبهت. لا خلاص يا حبيبي خلاص. فيصل اللحياني، فيصل اسامه العطاس، حد يبلغه يا شباب ان اسامه غيابه كتير قوي، كتير غيابه زاد اسامه العطاس. البراء، براء الطيب، تمام يا استاذ، تمام يا حبيبي. براء الغندي موجود يا استاذ، تمام. تركي اللحياني ده من اول واحد دخل، الله يكرمك يا تركي. جواد بيدخل ويخرج من شويه. خالد وليد، خالد وليد خالد، تمام. طيب طلال الزهراني، طلال، طلال الزهراني يا استاذ، جواد موجود يا استاذ. خلاص جواد، خلاص يا جواد نتقطع بس يا استاذ. ايوه ايوه، لا لا حضرتك انا شايفك، حضرتك. طلال الزهراني استاذ حضرتني؟
سليمان لسه سليمان عليك. ايوه قال ايوه حضرتك سليمان. طلال الزهراني يعطيك العافيه. طلال مش موجود. طلال الله يحييك يا سليمان. عبد الرحمن شعيب. عبد الرحمن شعيب موجود استاذ؟ موجود. تمام يا حبيبي. حبيبي عبد الرحمن السعدي. عبد الرحمن سامي السعدي امس كان غيب. عبد الرحمن. عبد الله الشمراني. عبد الله باشا ايوه رفع ايده. عبد الله ماشي. عبد الله عبد الرحمن جلال موجود؟ موجود يا استاذ. تمام يا باشا شايف. عبد الرحمن القثامي. عبد الرحمن سعد القثامي موجود يا استاذ. تمام يا باشا. عبد الرحمن ياسر. عبد الرحمن ياسر. عبد العزيز الحرفي موجود يا استاذ؟ ايوه عبد العزيز الله يكرمك استمر شويه لان انت الاسبوع اللي فات اربع ايام غايب خلي بالك. طيب طبعا انا شويه عبد العزيز. طيب ابشر. تسلم يا باشا الله يبشرك بالخير. علي الجناوي. علي علي مش موجود. عمر اللحياني. عمر باشا ده لا ما بيغيبش. حاضر. تمام يا فندم. عناد. عناد غايب امس واليوم. فهد موجود. محمد الوذناني موجود. معاذ المعافي. معاذ موجود. موجود نعم. معاذ الخليفي. معاذ الخليفي. معاذ الخليفي. راشد موجود. وهل يخفي القمر؟ بدون ما تقول راشد سكب على طول اسال. نعم يا باشا عارف انك موجود والله. والله المفروض بدون ما تقول راشد سكب على طول. ابشر حبيبي ابشر. يعطيك العافيه. الله يحييك. احمد المنصوري. حضرتني من الشو. حضرتك يا محمد. احمد المنصوري. احمد رداد. حاضر استاذ. ايوه كده انا بقول احمد من الناس اللي ما بتغيبش خالص يعني ما شاء الله يعني. خالد موجود. عبد الله محمد سعد. عبد الله. عبد الله المنعمي. عبد الله انا شايفه من شويه. طارق المطيري. طارق المطيري. عبد الرحمن عشي. عبد الرحمن عشي. البراء هاني طبعا غايب. البراء. عازم موجود. نواف الرشح موجود. نواف لا تكون مش ايه. موجود. موجود استاذ. ايوه كده يا باشا هربت انت امبارح. موعد. موعد استاذ عندي كلها مواعيد. الله يعينك يا ريان. طيب ريان موجود. نبيل. نبيل طاهر. ايه استاذ. نعم نبيل موجود. يا استاذ ممكن تحضرني بس عشان حصة الحاسب. مين يا حبيبي؟ انا عبد الرحمن ابو الدهب. حاضر عبد الرحمن. يلا حبيبي توكلوا على الله كلكم. يلا خلاص خلاص يلا مع السلامة. يا استاذ. نعم يا باشا حضرتني انا عازم.